رياضة القفز بالمظلات أو السكاي دايف من المغامرات الأكثر إثارة ومتعة وتتطلب جرأة كبيرة، فالقفز من على متن الطائرة في الجو بجانب مشاهدة المناظر الاستثنائية أثناء السقوط لابد من مراعاة الكثير من الأمور كالصحية والنفسية لتنفيذها بأمان وسلاسة. للمزيد تنضم إلينا في استوديو رضوى الغمري مدربة سكاي دايف القفز المظلي. صباح الخير رضوى. صباح الخير يا رضوى. يعني أنا بشوف الفيديو قلبي بيقع لوحده من غير ما أطلع ولا أنزل، يعني هتديني فلوس أطلع معاكي مش ههب، أنا مش ههب. أنا عن نفسي أنا خلاص اتفقنا إنه هتاخذني يوم. رضوى، يعني في البداية هذه تجربة مثيرة، تحتاج إيه؟ يعني الشخص بيطلب منه إيه عشان يقوم بهذه المغامرة؟ يعني أول حاجة يكون عنده حب الهواية، يعني هي الفكرة انك تعرفي انك بتحبيها او لا، فلازم الاول يبقى عندك الجراءة انك تجربيها. وانس انك جربتيها خلاص، يا اما حبيتيها جدا جدا يا اما خفتي جدا جدا. لا مش موتي، يا اما خفتي جدا جدا ومش هتقدري تعمليها تاني. فانا عملتها اول مرة، لا خلاص يعني حبيتها جدا وبدأت. في ناس يا رضوى، يعني انت كمدربه جميل اكيد بتقابلي كثير من الناس، يعني عشرات من الناس يوميا، والكثير منهم قد يجربوها لاول مره. بالضبط. هل الشخص اذا جاء جربها مره على سبيل التجربه تستهويهم ناس كثير ويرجعوا يعيدوها ثاني، ولا هي تجربه مره واحده وخلاص؟ في ناس بتجربها، يعني هو في نوعين، النوع الظاهر دلوقتي ده النوع الناس اللي هي بتقفز بتعمل اللايسنس وعايزه تنط بالباراشوت، ده اللي هي اول مره، يعني هي اول مره تنط، فهي بتنط مع مدرب هو اللي بيفتح الباراشوت وكل حاجه. بعد ما عملت دي لو حبتها بتعمل بقى حاجه اسمها الرخصه. بتعمل ايه؟ بتروح بقى تقدم وبتبتدي ندربها بحيث ان هي تبقى سيرتيفايد ان هي تقفز بالمظله لوحدها. في ناس بيبقى عندها الجراءه وعندها كل حاجه وتطلع فوق، ما بيبقاش عندهم التركيز، هي الفكره كده، الخوف بيغطي على التركيز. يعني افتكر ان اصعب لحظه ان انت تطلبي من شخص انه يرمي نفسه من الطياره، يعني اصعب لحظه هي 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 اصعب، هي بتبقى دايما التشالنج الاكبر لاي متدرب هو باب الطياره. اول ما بينزل من باب الطياره بيبتدي، يعني في منهم دماغه بتشتغل وبيبتدي يبقى واعي، لان هو لازم في كذا معيار لازم يبص عليه. اول حاجه الالتيتيود اللي هو الارتفاع بتاعه، لازم يبقى شايف الارتفاع بتاعه قد ايه، لازم يبقى منتبه جدا للعلامات، لان احنا فوق طبعا ما بنقدرش نتكلم بعض، فهي زي الدايفنج في الميه في علامات بنعملها، فاحنا لازم زي ايش العلامات هذه؟ يعني مثلا العلامه دي يعني افتح الباراشوت بتاعك. احنا بنتدرب على الارض كتير جدا على العلامات دي، بحيث ان احنا لما نعمل له في الهواء اي علامه من العلامات دي عايزين نشوف رد فعل. فلما ما بنشوفش رد فعل معناها انه البني ادم مش مركز او مش واعي، فهي دي بتبقى في الاخر مسؤوليتنا احنا. بنقدر نقيم ده اذا كان هو هنقدر نسيبه في السماء في امان يقدر يقفز بالباراشوت بتاعه وهو مسؤول عن انه يفتح الباراشوت بتاعه او لا. بس طب اكثر المواقف اللي عدت عليك وشفتيها انه هي صعبه او ما قدرتيش تتصرفي فيها، شخص جاله بانيك اتاك مثلا او كانت ردود افعاله صعبه؟ الفكره ان احنا في التدريب بتاعنا عشان نبقى مدربين بنتحط تحت الضغط ده، يعني انا يمكن اصعب المواقف اللي مرت عليا اثناء وانا باخد الشهاده ان انا ابقى مدربه. لانه بينط معايا طبعا مدربين محترفين وبيمثلوا كانهم تلاميذ او متدربين وبيدونا أسوأ يعني حالات ممكن نشوفها، يعني انا لما نطيت بعد كده مع الستودنتس الحقيقيين لقيت الموضوع ابسط بكثير من اللي احنا كنا بنشوفه فوق. فكانوا بيعملوا حاجات كتيره، بيتشقلبوا، بيقعوا مننا، بيمشوا بعيد، بيسيبوا الطياره قبلينا، فاحنا لازم طبعا نبقى يعني ردود افعالنا سريعه لاي حركه من دول. طيب رضوى، هل في شروط معينه للشخص انه مثلا وزن معين، عمر معين، طول معين، او حاله صحيه؟ طبعا في التاندم دي لازم يكون 18 سنه، ما ينفعش اقل. الرخصه الثانيه اللي هي انه هي هافينج هيز اون لايسنس ممكن يبقى من 16 سنه، بس بياخد تقريبا زي موافقه او حاجه من الكورت انه اهله يعني موافقين. بالنسبه للوزن طبعا في وزن معين، كل ما الواحد يكون محافظ على وزنه ورشيد كل ما يكون افضل طبعا، لانه انت بتبقي شايله هياخد المدرب وينزل بالظبط، شايله يعني انت وحد تاني. الصحه طبعا يعني يعني لازم يكون، يعني ايه المشكلات الصحيه اللي لازم انه هذا الشخص يتجنب؟ يعني طبعا قلبه لازم يكون كويس، بيبقى عارف هو اكيد الموضوع ده. تاني حاجه ظهره رجله كده، لانه برضو اللاندنجز يعني ممكن يبقى فيها مثلا اصابات، عمل حاجه غلط في الاول خصوصا وهو بيتدرب وارد انه يعمل اخطاء،
فما ينفعش يكون مصاب، لازم يكون سليم وبعدين يتصاب بقى من شكرا، انت كده حمستينا. رضوى، يعني في انا مستغربه انه عاده البنات يختاروا اوكي هوايات مثلا مرات حتى لو هايكنج شويه اهون دايفنج، بس السكاي دايف هذه بالتحديد أنا يعني رياضه تحتاج جراه وتحتاج انت ما شاء الله نوته وجميله وايش اللي خلاكي؟ قوه بدنيه كمان، محتاجه قوه بدنيه كبيره خصوصا اللي هي التاندم دي. يعني انا بشيل باراشوت 20 كيلو وبشيل حد قدامي طيب ماكسيموم 70 كيلو. ليش؟ يعني تدخل المجد. انا بحب اتحدى، يعني التشالنج بالنسبه لي حاجه يعني، وبعدين انا اعتبر اول مدربه قفز حره مصريه، فاللي هو انا يعني نقيت الحاجه اللي ما فيش حد عاملها. طب ليها تدريبات خاصه؟ يعني انت بتقولي محتاجه لياقه بدنيه، انت بتشيلي تقل ووزن معاكي، بالظبط ليها تدريبات خاصه فيها؟ يعني تدريبات خاصه على الارض انا محتاجه ابقى فت طول الوقت، ومحتاجه طبعا اقرا لو في اي ابديتس، لو في اي حاجه جديده لازم ابقى يعني على طول اب تو ديت. لكن قبل مثلا ما بنقفز مع الستودنتس بنعمل براكتس على الارض كتير جدا، يعني يمكن البراكتس اللي على الارض يبقى اكتر بكتير من القفزه، القفزه 50 ثانيه بس على الارض ممكن ياخد اكتر من ساعه من الضرب. قبل كده كنت بعمل حاجه اسمها قفز اللي هو التماسك الرباعي، انا كنت كابتن فريق الامارات للقفز بالمظلات هنا في الامارات، نافسنا في حوالي 15 بطوله عالميه. كنا كفريق اربع بنات ومصوره بنجيب اكتر عدد من النقط في 35 ثانيه. دي بقى محتاجه توافق عضلي وعصبي وتركيز، لان احنا تيم ورك، فلازم احنا الاربعه نبقى مصحصحين لنفس الحاجه، ما ينفعش حد فينا يعمل غلطه. حد عمل غلطه هيخلي الناس كلها التانيه تغلط. يعني انا هعمل، انا ما قد عملتها قبل كده مع انه من اول ما سكنت وعد. دبي هي في بالي وعد. لكن على إيدك اذا قرا لي حاجه يا جماعه رضوى موجوده هنا. الله يستر. احتاج تقرير صحي انه انا كويس عشان اعملها ولا لا؟ لا خلاص انت امضي، بس اهم حاجه انت عارفه انك كويسه هتمضي على كل حاجه. تروحي ورا انت صاحبه قرارك، انت صاحبه قرارك يعني ما غصبتكيش. لا لا انا هكون معك. معاكي معاكي. شكرا لك رضوى الغمري مدربه سكاي دايف على القفز المظلي. شكرا جزيلا. شكرا يا رضوى. شكرا.